أنا بحجوز مرعب النفوس. قولي هذا لديكي بعد أمها الحين تبي تتزوج أخوها. ومن؟ أم غادة اللي سحرت رجلي حسبي الله عليها. يعني أمها سحرت أخو زوجكي؟ إيه طحنا في عائلة سحرة، حتى أنا خاف يسحروني بكرة يقلبوني ضفدع يا شيخ. المطلوب هل تريدين أن أسحر أمها؟ لا أبيك تسحرهم هم الثنتين، الأم والبنت، أبيهم يركعون تحت رجولي، أبيهم مثل الخدم، علشان مرة ثانية إذا فكروا يتزوجون رجاجي المتزوجين يتوبون. ما هو اسم أمها؟ وشو؟ أم العروس، ما هو اسمها؟ العروس اسمها غادة. كلا كلا كلا. العروس الثانية، ما هو اسم أمها؟ العروسة الثانية اسمها سمر، بس أنا ما أعرف اسم أمها وأبوها، أعرف اسم المعرس، اسم أمه وجدته، اسم أمه فقعة وجدته بقعة. لا عليكي، فقط احضري لي اسمها وخصلة من جدائلها.